السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذا اليوم عندنا الصفحة 38 في درس متوازي الأضلاع والمعين وشبه منحرف خاصيات وإنشاءات. ننتقل إلى الصفحة 38. إذا ومع التمرين السادس أنشئ شبه منحرف ABCD قائم الزاوية في A وقياس زاويته ABC هو 120 درجة. إذن قبل أن نبدأ في الإنشاء لا بد أن نقوم بإنشاء في الوسخ في ورقة لكي يعني نخطط لعملية الإنشاء لكي تكون في النهاية يعني متقونة وبدون أخطاء. إذن هنا مادام عندنا قائم الزاوية في A، إذن هنا غادي تكون عندنا A، هنا قائم الزاوية في A، وعندنا إذن هذا الشبه منحرف غادي يكون بحال هذا الشكل هذا. إذن فين غادي تكون B؟ إذن عندنا إذن هنا ABCD، إذن قائم الزاوية في A، إذن إذا درنا هنا BCD، إذن الزاوية ABC هذه ما يمكنش تكون، لأن هذا قائم الزاوية. شبه منحرف قائم الزاوية. إذا إلا درنا بي لهاد الجهة غادي تكون دي لهاد الجهة. إذا هادي واش هادي كيمكن نديرو فيها 120 درجة؟ إيه نعم. إذا كيفاش غادي نديرو؟ لاحظوا جيدا، هنا غادي ناخدو A خاصها تجي هنا، وهنا غادي تجي بي، وهنا سي، وهنا باش هادي هي الزاوية اللي خصنا نعطيوها 120 درجة لأنها زاوية منفرجة. إذا هكذا سنحصل على هاد. دابا كيبقى منا اش غنبدا؟ اذا غادي نبداو مثلا غننشئو سي دي هكذا، هنا دي وهنا سي، ABCD. هنا غادي نديرو زاويه قائمه وهنا زاويه قائمه، ثم بعد ذلك نستعمل المنقاله لكي نحدد. اذا من هنا غنستعملو المنقاله باش نعرفو الضلع هذا كيفاش غادي يمشي، نحصلو هنا على 120 درجه. اذا هذه هي الطريقه ربما التي سنتبعها. إذا نأخذ الأدوات الهندسية التي سنحتاجها. إذا غنحتاج الكوش، غنحتاج المسطرة. إذا نشأو الضلع الديسي، دونك الديسي، إذا غنشأو الديسي. إذا هنا عندنا الدي، عندنا هنا السي، هنا غادي نشأو زاوية قائمة. هذه زاوية قائمة، ثم غناخدو عاوتاني. إذا أعتذر على هذا، هنا زاوية قائمة، ثم هنايا غادي ناخدو عاود زاوية قائمة، هنا عندنا 90 درجة وهنا عندنا 90 درجة. دابا الزاوية اللي قياسها للقياس نتاع 120 غادي نستعملو فيها المنقالة. إذن هكذا نعتبرو إن هذا هو، هذه A. إذن قالوا لينا A قائم الزاوية في A. إذن هنايا غادي ناخد المنقالة هكذا، ثم نحدد 120 درجة. إذن الزاوية التي قياسها، إذن بادين من صفر ها هو. إذن خصنا نتأكدو من أن يعني هناك تطابق بين الخط نتاع المنقلة والضلع، إذن حتى نحدد الزاوية بشكل دقيق. إذن هنا غنمشيو ل 120 درجة، إذن هادي 120 درجة انطلاقا. إذن هنايا تحركت لي المنقلة شوية، نعم. إذن هنا 120 درجة، إذن هذا هو موقع المقتصي. إذا عندنا A، هادي هي B، لأن ABC قالو لي 120 درجة، وهنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، وهذا هو شبه منحرف قائم الزاوية في A، وكذلك في D، وكذلك في D. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، أحسب قياس
زاويته أدسي. إذن أدسي، إذن أدسي زاوية قائمة. مادام أن هذه قائمة حتى هذه مفروض، لأن شبه منحرف القائم له زاويتان قائمتان. إذن أدسي تساوي 90 درجة. إذن أدسي تساوي 90 درجة. علاش؟ لأن هذا متوازيان وهذا عمودي على هذا، إذن غادي يكون عمودي على هذا. ثم دي سي بي هذه الزاوية، واخا هذه الزاوية هذه غادي نحددوها. إذن حنا شنو كنعرف؟ كنعرفوا بأن مجموع زوايا، إذن بما أن مجموع زوايا رباعي كم يساوي؟ يساوي 360 درجة. إذا انطلاقا من هذه القاعدة هذه، غادي نستنتجو كم تساوي بي سي دي. إذا بي سي دي تساوي، إذا غادي تساوي 180 درجة، عفوا 360. إذا 360 غادي نطرحو منها 90 و 90 و 120. إذا 360 درجة هو مجموع زوايا رباعي، نطرح منها 90 زاوية نتاع ا، وعندنا 90 زاوية نتاع دي، وعندنا 120 زاوية نتاع بي. إذن يعني 360 غادي نطرحو منها 180، يعني غنطرحو منها 300 في المجموع، لأن أن هادو بجوج كيعطيونا 180، يعني غنطرحو 300. شحال غادي تبقى لينا؟ إذن غتبقى لينا 60 درجة، يعني أن هذه الزاوية تساوي 60 درجة. إذن ننتقل إلى التمرين السابع. أنشئ متوازي الأضلاع ABCD بحيث قياس ارتفاعه وAB وAD. إذن لابد أن نخطط، نأخذ ورقة مستقلة كما العادة ونجرب. إذن عندنا ABCD شيء متوازي الأضلاع، عندنا AD كيساوي 5، إذن هنا 5، AB كيساوي 6، الارتفاع DH، إذن DH، إذن مزيان هذا متوازي الأضلاع نديرو له بحال هكا أفضل، هكذا أفضل، ABCD، باش غادي يجي DH هكا الطول نتاعو شحال؟ 4، إذن هنا 4، عندنا هنا 6، عندنا هنا 5، إذن كيف سنمشي؟ غنبداو نرسمو الدي سي مثلا. احنا رسمنا الدي سي، غادي ناخذ الكوس وغادي نديرو زاوية قائمة هنا ونحددو هذا الضلع هذا، بحيث غادي يعطينا يعني الاتجاه، نحددو غير الاتجاه. من بعد غادي نجيبو البركار وغادي نحددو اولا المسطرة ونحددو هنا 5، من بعد الخمسة غادي نكملو 6 حتى لهنا، وعاد ديك الساعة غادي نكملو باش نلقاو نقطة سي. إذن هذه الطريقة. هناك طريقة أخرى، مثلا غناخدو هنا 6 وهنا 5، ولكن هذا الارتفاع مهم. إذا نديرو الطريقة الأولى أفضل. إذا غناخدو الدي سي، نسبقو من الدي سي وغنديرو فيه 5، لأن علاش 6؟ لأن الدي سي، الدي سي نفس بحالو بحال الدي سي بحالو بحال أبي، وبالتالي غيكون الطول ديالو 5، عفوا 6، لأن هنا 6 ديال السنتيمترات في الدي سي، دونك 6، لأن هذا هو الدي سي، لأن هنا النقطة دي وهنا سي. إذن دابا غادي نجيبو الكوس وغادي نحددو أولا غادي ناخدو المسطرة والكوس، المسطرة والكوس، غناخدو الكوس هكذا، ثم غادي ناخدو شحال الارتفاع؟ 4، إذن 4 سنتيمترات. إذن لاحظتو هنا هاد الشكل غادي يكون الارتفاع ديالو كبير، إذن غادي يتجاوز الكتابة. إذن شنو بغينا نديرو؟ بغينا نمشيو بالتوازي حتى نوصلو الصفر بحال هكا، ثم غنرسمو واحد الجزء
نتاع. اذا هنا غادي نعاود هذا الشكل في ورقه اخرى. دابا غير بغيت سهل دونك هكذا هذا الجزء. وثم اذا هنا غناخذ ورقه مستقله افضل ونرسمو فيها الشكل ديالنا لان هذيك ما كافيش. عندنا 6 سنتيمتر هذا هو الديسي. ثم كما درنا قبيله غناخذو 5 سنتيمتر او 4 هو الارتفاع نتاع يعني ماشي بالضروره نبداو من هنا. مثلا ناخذو الاهم هو نحددو ذلك الموازي على ارتفاع 4 سنتيمتر. هذا هو الموازي على ارتفاع 4. دابا غادي ناخذ البركار اولا المسطره وغنحددو 5 سنتيمتر. وانطلاقا من النقطه دي غادي نحددو واحد القوس. اذا هذا هو الموقع نتاع النقطه. هذاك هو الموقع نتاع النقطه ا. اذن ا نعم هذا هو الموقع نتاع النقطه. اذا غادي نشؤو ا دي شحال درنا هنا. هنا درنا 6 سنتيمتر. هنا درنا 5 سنتيمتر. وفي الارتفاع دي سي دونك درنا 4 سنتيمتر. دابا بقى لينا اننا نحددو النقطة اللي بقات لينا اللي هي بي. اذا كيمكن نستعملو البركار. دونك البركار غادي ناخدو هنا 6 ثم نحددو قوس انطلاقا من ا. ثم غناخد هنايا 5 ثم غنرسم قوس اخر والتقاطع نتاعهم غادي يعطيني النقطه اللي كنقلب عليها. ثم انشئ اربط بين هذه النقط. اذن هذا هو متوازي الاضلاع. بقات لينا النقطة ب هي هذي. إذا احترمنا ديك القياسات والمعطيات كما ينبغي. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الدي اش اللي بغينا نرسموه. هو هذا الدي اش جاي خارج. يمكن كان بغينا نديروه داخل غناخدو لهاد الجي نديرو بالبركر لهاد الجي. إذا هذا هو موقع النقطة اش على بعد 4 سنتيمتر من القاعدة نتاع توازي الأضلاع. دونك تمرين 8 جو رياليز اون فغي غراندور سيغ مون كايي لو لوزونج سويفون ا ليد دو لا ريغل دو رابورتور اي دو كومبا. إذن هنا خصني نستعمل المسطرة. إذن لا ريغل والمتل ولا رابورتور اللي هو المنقالة والكومبا اللي هي البركة. غادي نخططو عاوتاني كيفاش نقدرو نشقو هذا الشكل هذا. ولكن خصنا نعرفو بأن لي زانستريمون اللي خصنا نستعملو. دونك عندنا هذا مدام لوزونج دونك الأضلاع متقايسة هاد الزاوية 50 درجة. إذن مناش غادي نسبقو هاد الضلع 4. إذن كلشي فيه 4. إذن باش غادي نبداو بالمسطرة مثلا غنحددو 4 سنتيمتر. غادي ناخدو المنقالة غنحددو هنا 50 درجة. غادي ناخدو عاوتاني المسطرة نحددو هنا 4 ثم البركار وغادي نحددو هنا 4 وهنا 4 ونحصلو على اللوزونج. دوك هادي هي الطريقة. إذن هذا ما سنطبقه في ورقة مستقلة. إذن ناخذ المسطره ونحدد 4 سنتيمتر ضلع ا بي ديال
لوزونج 4 سنتيمتر. نعطيو شويه ديال المساحه ربما نحتاجو. دونك هذا هو لوزونج. لوزونج بالعربيه هو المعين. دونك هذا هو الضلع ا بي 4 سنتيمتر. ثم جاء دور المنقله لو رابورتور. نحددو 50 درجة. لو رابورتور 50 درجة. هذا هو المكان تاع 50 درجة. إذا باستعمال المسطرة دابا غنحددو الاتجاه، ثم غناخدو المسطرة ونحددو فقط 4 سنتيمتر انطلاقا من النقطة. 4 سنتيمتر انطلاقا من النقطة تقريبا جات كما هي ينبغي. إذا هنا عاوتاني عندي هذا قد هذا، هذا موقع النقطة دي. إذا غادي نستعمل دابا البركار، لأن قالوا لي دونك أنا استعملت المسطرة واستعملت المنقالة باقي لي البركار. إذا البركار غناخد هذا الضلع القياس نتاعو، ثم أحدد قوسين انطلاقا من دي و دي لأحصل على النقطة الرابعة، هي نقطة س. ثم أربط بواسطة المسطرة. هذه هي طريقة إنشاء معين بواسطة هذه الأدوات الهندسية. إذن هذا يقيس هذا. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة من كتاب النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي.